أمطار غزيرة وسيول والإرصاد تطلق تحذيرا عاجل. شاهد ما حدث اليوم. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة القادمة. وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، ريما، البيضاء، الضالع، تعز ولهجة. وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت. كما يتوقع المركز طول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية. وحسب المركز قد تهب الرياح النشطة إلى شديدة السرعة غرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج. وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال 24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريما الجبين 54.1 ملم، حجة 43.2، صنعاء المطار 10، صنعاء حدة 9.6، الحديدة 4.1، المحويت 3، وذمار 1.6. وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، تعز، لحج، مأرب والجوف، وكانت بعضها غزيرة. وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ونتيجة تشكل الضباب أو الشبورة المائية. ونبه متدي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.